لما قرأ سيدنا الحسن رضي الله عنه قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: فبالله ما ظنك بأقوام قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا أكلا ولم يشربوا شربا، وتدنى الشمس من رؤوسهم قدر ميم، ويغرقون بعرقهم. فبالله العظيم قل لي ما حال أولئك؟ يوم عصيب رهيب، يوم يفزع فيه الناس ويخافون، يوم يود المجرم لو يفتدي فيه بأحبابه وأصحابه وخلانه وأولاده.